ما شروط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل لابد من قول آل محمد أو غير ضرورية؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت بصورتين. الصورة الأولى وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغة المشهورة. ثم الصيغة الثانية وهي التي علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما قال له: كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولها أكثر من صيغة، 7 صيغ تقريبا، يعني هذه الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.